أهلا بكم محبي الديوانية، نحن معكم من الآن وحتى 12:30 في متابعة لكل الأحداث الرياضية فيما يخص رالي دكار الدولي الذي يقام على أرض المملكة، وكذلك فيما يخص البطولة العربية والتأهل الاتحادي وغيرها من المواضيع والأخبار الرياضية بشكل عام. للتعليق على كل هذه المواضيع أرحب بضيوفي هنا في الديوانية، حسين الشريف، عبد العزيز الغيامة، تركي السهلي، ودكتور محمد الناصر، مع حفظ الألقاب للجميع. وكالمعتاد قبل البداية يسعدنا تواصلكم معنا عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي في تويتر على حساب القنوات الرياضية السعودية للاطلاع على آخر الأخبار فيما يخص الدوري السعودي والرياضة بشكل عام. يسعدنا كذلك مشاركتكم معنا في هاشتاج الديوانية الظاهر أمامكم أسفل الشاشة. آخر الأخبار الرياضية في التقرير القادم. انطلقت اليوم المرحلة الثانية من فعاليات رالي داكار السعودية 2021 من محافظة بيشة باتجاه وادي الدواسر بمسافة إجمالية تبلغ 685 كيلومتر عبر منطقة مليئة بالكثبان الرملية تتخللها مرحلة خاصة تبلغ 457 كيلومتر. وتنافس المتسابقون في الرالي الدولي الكبير محاولين تخطي صعوبات هذه المرحلة التي تشتمل على الكثير من الطرق الوعرة قبل الوصول مجددا إلى مسارات الرملية. أكدت الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن حرية التعبير والتعليقات الإعلامية والجماهيرية لا تعطي الحق بالتجاوز اللانظامي على العناصر التي تدخل ضمن دائرة العمل باتحاد الكرة من إعلاميين أو غيرهم. اتفقت إدارة نادي ضمك على إنهاء عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الجزائري نور الدين زكري بالتراضي تقديرا لطلبه ولظروف عائلته الصحية، فيما كلفت الإدارة الكرواتي كريشمير زيتش مهام تدريب الفريق الكروي الأول في الفترة المقبلة. تأهل فريق الاتحاد إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تغلبه على ضيفه الشباب ليحجز مقعده في نهائي البطولة منتظرا الفائز من لقاء الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري. أعلن نادي سباقات الخيل بدء العمل وتفعيل الشراكة مع وزارة الثقافة لترسيخ هوية الزي السعودي في كأس السعودية 2021 المقام يومي 19 و20 من فبراير القادم في ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية. كان هذا إيجاز لأهم الأخبار، ودعونا نتعرف معكم على نتائج سباق رالي دكار في المرحلة الثانية ضمن منافسات هذا اليوم في التقرير القادم. منافسة حامية وتقلبات على مستوى الترتيب شهدتها المرحلة الثانية من الرالي العالمي في يوم صعب بصعوبة المسار والطرق الوعرة والتي كانت تحديا خاصا أمام المحترفين، حيث واصلت اليوم منافسات المرحلة الثانية من رالي داكار السعودية 2021 حين انطلق المتسابقون في مسار بدأ من بيشة وصولا إلى وادي الدواسر. في فئة السيارات استطاع ناصر العطية خطف الفوز بالمرحلة الثانية في منافسة خاصة مع بيتر هانسل وكارلوس ساينز ليكون العطية هو الأسرع بأفضلية 2:35. في فئة الدراجات استطاع الإسباني خوان باريدا الفوز بالمرحلة البالغ طولها 457 كيلومتر بفارق 3:55 عن زميله ريكي بارابيك. أما في فئة الدراجات الرباعية تصدر الأمريكي بابلو كوبتي هذه المرحلة بفارق 1:03 عن التشيلي جوفاني أنريكو. في فئة الشاحنات سجل السائق الروسي ديمتري سوتنيكوف فوزه الثاني على التوالي في رالي داكار رغم افتتاحه المسار وتقدم بفارق 3:17 عن زميله ايرت مارتين. اما في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة فتمكن السعودي صالح السيف الفوز بالمرحلة الثانية في فئة المركبات الخفيفة من الانتاج التجاري تي فور متفوقا على جيرارد فارس بفارق 1:40. هكذا كانت المرحلة الثانية بقوة التنافس وصعوبة المسار التي وصلت محطتها الأخيرة في وادي الدواسر. المتسابقون في وادي الدواسر استعدادا لليوم الثالث والمرحلة الثالثة من هذا السباق، واعتدتم معنا في الديوانية أن نتابع جزءا
من هذا الرالي، وهي تنقله بشكل كامل منذ الصباح وحتى آخر ساعات النهار من خلال المسابقة والمتابعة وكذلك ردود الفعل. نسعد بأن نستمع إلى آراء الخبراء والمهتمين، وأشرف باستضافة سمو الشيخ جابر بن علي آل الخليفة البطل من مملكة البحرين في سباق السيارات. سمو الشيخ حياك الله معنا، مساء الخير، كيف هي أجواء رالي دكار حتى الآن؟ الله يمسيك بالخير أخوي عبد الله. والله قد يسجل صراحة اليوم الثاني كان وايد أفضل من اليوم الأول، لأن كان اليوم الأول وايد صعب، وحصلوا طبعا معظم الشباب اللي هو في النافيجيشن صعوبة، وفي طبعا في الإطارات اللي كان فيهم البنشر بسبب الحصى كان اللي في الستيجر. أما بالنسبة عن اليوم كان صراحة ممتاز، بالنسبة لأن الستيج كان فيه طبيعة الأرض متنوعة من ناحية الطعوس، أو إن هي بعد من المحلات المسطحة اللي حق السرعة العالية، فكان تبي صج هذه كان أدفانتج خاصة حق الأخ ناصر العطية من قطر، أنه قدر يعوض من الوقت اللي كان خسره في أول يوم. جميل. سمو الشيخ، إذا سألتك عن ردود الفعل والانعكاس اللي تتناقل وسائل الإعلام المهتمة برياضة السيارات بشكل كامل على مستوى العالم عن هذا الرالي، أمضينا 48 ساعة من حفل الافتتاح، إيش أبرز العناوين اللي كانت موجودة والأشياء اللي شدت الانتباه عن النسخ المختلفة اللي كانت خارج آسيا؟ والله طال عمرك، هو أول شيء كل اللي نقلته الوسائل الإعلام خاصة سواء التلفزيون أو السوشيال ميديا عن أول اللي هو ثاني مناسبة اللي هي أفضل من أول مناسبة بعد، طبعا وهذه كلها الفضل يرجع حق السعودية وترتيب الجماعة والشباب الفريق السعودي هني حق المنظمة حق المناسبة هذه، وخاصة الحفل اللي استوى في أول يوم حق اللي هو البوديوم حق اللي هي بداية انطلاقة السباق. مثل ما تعرفون احنا عندنا المنطقة تمر والعالم كله يمر في ظروف صعبة، لكن ويا الأمور الصعبة اللي مرة احنا قاعدين نمر فيها ترتيب وتنظيم المناسبة هاي كانت ممتازة. أما بالنسبة عن الترتيبات الثانية، طبعا كان استضافة السعودية بالحدث الكبير هذه مع طبعا أخذهم حق كل الأمور الاحترازية على أساس أنهم يمنعون من انتشار اللي هو فيروس كورونا، طبعا هذه كان بمستوى وايد عالي، سواء من أول يوم هم يوصلون الأفرقة اللي طبعا الفحوصات الثانية اللي هي ماشية في المخيم، وطبعا الإجراءات الاحترازية اللي صايرة في المخيم نفسه وخارج المخيم. جميل. خلني أقول بخبرة السنين في هذه الرياضة، تقييمك بشكل عام للمشاركين أو المتسابقين العرب وللسعوديين على وجه الخصوص؟ والله تبي صدق، هو شيء يعني كل أقدر أقوله هو شيء مصدر فخر بالنسبة لنا، نحن نشوف متسابقين عرب يسابقون في الدكار، وخاصة إن هي في طبعا في المملكة السعودية، هي بالنسبة لنا هذه أرض مهمة بالنسبة لنا حق المنطقة كلها. وطبعا كمشاركين السعوديين كل اللي أنا شفته منهم ما شاء الله عليهم، من يزيد راجحي وطبعا ياسر سعيدان والشباب اللي بالسيارات الخفيفة ما شاء الله عليهم أدائهم ممتاز والله يوفقهم، وطبعا احنا نتمنى ان نشوف مسابقين أزيد. طبعا ما ننسى يعني الرايدر مشعل الغنيم اللي هو يشارك في فئة الأوريجينالز مع الموتر سيكل، يعطي الصحة والعافية الحمد لله، اللي اليوم هو مواصل السباق وصحته زينة والبايك ممتاز، وهذه شيء إن شاء الله يكون دافع حق الشباب الصغار إنهم في المستقبل يشاركون، وفي نفس الوقت يحصلون دعم مادي من إن شاء الله من القطاع الخاص هنا في السعودية ومن المصادر الثانية إن شاء الله. أخيرا سمو الشيخ، متى نبدأ نحكم على موضوع النتائج؟ متى ممكن تتضح ملامح أبطال هالرالي؟ على آخر ستيج آخر يوم. أوه، لين آخر يوم؟ لأن أنت ما تدري ليه
30 متر قبل النهاية يمكن ما توصل. ففي عندك أشياء عوامل وايد ممكن أن تعطل لك السيارة، شيء ميكانيكي، الكفرات مثلا ممكن يكون عندك سقف التاير اللي ممكن يعطلك من 5 إلى 6 دقائق حق تغير التاير نفسه أو حتى أقل بعد، لأن الحين السيارات السريعين تغيير التاير يصير أو الكفر نفسه في أقل ممكن من 4 أو 3 دقائق. فهذه الأمور اللي أسلمك ممكن تشكل أي شيء. طبعا البداية مثل ما شفت صارت أمور كثيرة، ناصر العطية تعطل، كارلوس ساينز تعطل، في جماعات الشباب الثانيين صار عندهم نافيجيشن مشاكل، فهذه ممكن يصير لآخر يوم لآخر متر من السباق. ف يعني أنا أتنبأ لك بالنتيجة صراحة ما بيكون بصورة احترافية، يعني بيكون صورة كلش يعني بدون إثبات بدون أي شيء. ما أقدر أقول لك مثلا الميني سريعة، التويوتا اللي عند ما شاء الله عليه اللي يزيد والعطية طبعا ما شاء الله عليهم سريعين، في طبعا سيارات اللي هي الياسر اللي عنده البقي بعد ما شاء الله عليها بعد سريعة، ففي ناس وايد ممكن أن يفوزون، لكن تبي الصج ممكن يتغير أي شيء في المستقبل، وممكن نتيجة التغير والتحول بصورة ما حد متوقعها مولية عن في تبي الصج صراحة. طيب آخر شيء، بس إحنا نستغل وجودك كرجل يعرف في الرياضة بشكل كامل وأيضا خبير كمشاركة، المكسب اللي حيكون لكل الفئات المنتصرين هل هو يقتصر على صاحب المركز الأول ولا على فريق بعينه ولا على نوع السيارة؟ وين تتوزع مكاسب رياضة السيارات في دكار بالنسبة للفئات كلها؟ والله تبي صدق هو ان تكمل الدكار تبتدي وتكمل هذه انجاز، لكن ان انت تكمل بالمركز الاول والثاني والثالث هذه بعد انجاز اكبر واكبر. لكن طبعا دائما طموح اي متسابق انه دائما يفوز بالمركز الاول، لكن طبعا لا تشيل من بالك ان اكمالك حق المناسبه هذه والرالي صعب وكل الخطورات اللي انت تمر فيها بيكون انجاز بوحده بس، يعني ما يبي له اي تفكير. طبعا السباق هذه مو سهل ولا باي شخص انه يقدر يقوم به ولا باي شخص يقدر يكمل بعد تبسط. انا شاكر ومقدر لك سمو الشيخ هالتوضيح وهالكلام، وايضا نرحب بك كضيف من ضيوف رالي دكار، وبإذن الله يتجدد اللقاء فيك أكثر في الديوانية. شكرا جزيلا لسمو الشيخ جابر بن علي آل الخليفة أحد أبطال مملكة البحرين في رياضة السيارات. الزملاء بس لو يرجعونا لقطة زميلنا أو الكابتن صالح السيف اللي اليوم كمل آخر تقريبا 15 كيلو وهو عنده عجلة حصل عليها عطل، يعني زي ما نقول احنا بالعامي بنشر، وقرر انه يكمل. كان من الاحداث اللي تناقلتها اليوم وسائل الاعلام، صالح طبعا انهى الفئة المرحلة الثانية بالنسبة للفئة اللي شارك فيها متصدر في هذا الجانب. يزيد الراجح اليوم اتى من في هالمرحلة وقلص الفارق بشكل كبير عن البقية، واجه يعني أصبح من 10 الأوائل في الفئة اللي شارك فيها. عندنا اليوم أيضا المهنة كمشاركة، وسمعنا من سمو الشيخ أيضا عن مشعل اللي شارك في فئة صعبة إنه أكمل ولا يزال موجود. الأبطال السعوديين إن شاء الله يوم بعد آخر يكسبون الخبرة بشكل أكمل. يمكن هذه هي اللقطة اللي احنا نتكلم عنها، آخر 30 آخر 15 كأني سمعتها كده في اللقاء يقول آخر 15 كيلو في محاورة مع الملاح، يوقف يغير ولا يكسب الوقت ويمشي عليه، وقرر انه يوصل على هذا في أجواء جميلة. ممكن برضو الشباب يعطونا الجانب الآخر من هذا الرالي اليوم، المقطع اللي انتشر وهو أحد المناظر المصورة في هالرالي بالنسبة للمتسابقين اللي شاهدوا، الجانب الحضاري، الترحيب، القيم، الحفاوة، التناقل، أبناء القرى اللي على الطريق والمحافظات والمدن لهالرالي، والتصوير والحفاوة اللي يجدها أيضا المتسابقين بالنسبة لوصولهم سواء في وادي الدواسر أو حتى من انطلاقهم. تركي رحب فيك مرة ثانية
وأسألك نفس ما سألت الشيخ، إيش الانعكاس اللي ممكن يظهر من الرالي في 48 ساعة عن المملكة بشكل عام وهالتنظيم بشكل خاص؟ ما في شك انعكاس كبير جدا عندما تشاهد اليوم الصور واللقطات عن رالي دكار 2021 وتسترجع صور رالي دكار اللي كانت في أول السنة الماضية. هذه من المناظر الجميلة جدا في تراث الشعوب، وأتمنى أني أشاهد أشياء كثيرة من هذه المناظر مع المتسابقين. هذه اليوم تناقلتها كل وسائل الإعلام المهتمة في الرياضة يعني بصورة حضارية وعناوين جميلة عن السعوديين والحفاوة والاهتمام. ما في شك يشكر المرور السيارات والأبطال لهم يعني حدث كبير. فعندما تشاهد الرالي العام الماضي وهو يعني كان قبل كورونا، ثم تشاهد هذا الرالي يعني لا تكاد ترى أن العالم معزول عن بعضه البعض في هذه الجائحة الكبيرة. السعودية تقدم صورتها كحكومة قوية في توفير كل الإجراءات التي تحفظ السلامة سواء لمواطنيها أو حتى للأبطال الذين أتوا إلى السعودية في هذا الوقت. فالعالم كله أكيد أنه سيراقب هذا الأمر، لأن الموضوع حقيقة مثير أن تشاهد هؤلاء الأبطال بهذا الكم من هذا العدد الكبير من الدول اللي يقارب 68 دولة على ما أظن، أن يأتون وأمورهم تسير بسلاسة وبسلامة. ونسأل الله حقيقة يوم أن تستمر الأمور بسلامة وسلاسة صحيا على كامل المتسابقين، وهذا إن شاء الله تعالى ما احنا على يقين منه عليه. السباق الآن في مرحلة في بيشة وفي وادي الدواسر، أنا على يقين أيضا لأنه في نقاط جديدة، أنا على يقين عندما يمر على الرياض في مناطق الجنوب الرياض من فوق الرياض من جنوب إلى أن تأتي إلى بريدة، ومن بريدة إلى سكاكا الجوف إلى حائل، ومن حائل إلى سكاكا إلى العلا إلى نيوم إلى ينبع إلى جدة. أو نيوم العنبع إلى جدة، يعني هذه المناطق كلها ستكون يعني مناطق مختلفة. أيضا يوم التوقف 9 يناير حيكون في حائل، أكيد أنه حيكون في مناظر وفعاليات مختلفة. أيضا أنا سعيد جدا أيضا بالشباب السعودي اللي أصبح الآن يقدم الاستديوهات ويحضر المناسبات للتحليل وفق هذا التخصص من الصحفيين السعوديين، وحتى الصحفيين الموجودين في الصحف الورقية والمؤسسات الإعلامية موجودين، وأتابعهم وأشوفهم في تويتر وفي سناب شات وفي صحفهم يقدمون مواد جميلة جدا. هي فرصة كبيرة جدا لهم أيضا أن يبنوا أنفسهم من خلال علاقة مع الشركات مع المصانع، يعني لا يكتفوا بعملية النقل فقط، لا، أن يغوص في التفاصيل. هذا السباق سيبقى في السعودية لمدة 10 سنوات، مضى منها سنة مع السنة هذه وثمان سنوات مقبلة. أكيد أنك بعد 4 سنين 3 سنين مفترض الذي بدأ من الصحفيين السعوديين الصغار والشباب مع هذه المسابقة أن يتحول إلى خبير في هذه المسابقة بعد 3-4 سنوات. أنا بسألك عن، إحنا نعرف كلنا أنه رياضة السيارات في المملكة عند شبابها هواية محببة، سواء في موضوع البر والطعوس والروحة والجية. كيف تنقل هذه الهواية؟ يعني كل المتسابقين السعوديين اليوم كانوا هواة، كيف ممكن نفعل موضوع انتقالهم من الهواية إلى الاحتراف ونشوفهم يشاركون في دكار مرة ثانية؟ أنا أعتقد أنه أن يتوسع الاتحاد السيارات أو أن تفتح أندية للسيارات أيضا في المناطق، ممكن القصيم حتجد فيها أشياء كثيرة من الشباب المهتم بهذه السيارات. أنا زرت القصيم قبل أكثر يمكن من 12 سنة 15 سنة، فوجدت ورش للترهيم وتطوير السيارات، شباب سعوديين متخصصين وفي الطيران الشراعي وفي غيره، ورافقتهم في الشماسية وفي غيرها، وشفت الورش واللي هم اشتغلوا عليها. عندما سألتهم فوجدت كثير من الشباب كان يسافر على حسابه لكوريا والاستراليا ولدول في أوروبا ليطور مهاراته. أنا أعتقد توسيع رقعة أندية السيارات في السعودية ستجد انتشار وإقبال كبير. جميل. دكتور أسألك أيضا، اليوم تابعنا نتائج المتسابقين السعوديين وسمعنا من سمو الشيخ أنه صعب التحديد إلا في المراحل الأخيرة. على المستوى الشخصي، هل تنتظر أن يكون
هناك في الفئات أبطال سعوديين أم أنه مجرد المشاركة يحسب لهم زي ما ذكر سمو الشيخ أنه في دكار أنت تكمل السباق يعتبر إنجاز؟ بالضبط. طبعا في البداية يمكن ذكر سمو الشيخ هو اللي دقيق جدا، أنك لا تتنبأ دائما حتى أن تأخذها مرحلة، يعني حتى التسابق يزيد الراجح يمكن هو أشهر الأبطال اللي موجودين في السعودية، أمس تعرض لعدة مشاكل وتعطل في الإطارات وصل إلى 3 مرات هو اللي أخره، اليوم نشوف تراجع ودخل مع التوب 10 نهاية السباق. تطورات هذه لا شك، اليوم تتكلم عن السيارات الرياضية، صالح السيف متصدر، وهذه نقطة ترى مهمة جدا يمكن اللي تطرق لها أبو غلا، انه اوكي احنا نستضيف الى 10 سنوات قادمة، لكن يجب انه يكون برضو عندنا هدف، وهدف الاتحاد السيارات صناعة ابطال. يمكن أبو غلا تطرق لصناعة الاعلاميين او حتى المتخصصين في هالمجال، اعتقد انه الاهم منها صناعة ابطال. لما تستضيف حدث زي هذا وتتكلم حتى عن الطبيعة الجغرافية، لا شك انه يعني هذا برضو ادفانتج لك انت كمتسابق، اذا وجدت الهواية وصقلت وتحولت لاحتراف وتطور فيها الممارس الرياضي، وكذلك في الأخير هي طبيعة البلد واللي أنت تعرفها، لا شك أنها برضو تعتبر يعني تكون عامل مساهم لك. فأتوقع أنه وهذا أتوقع أنه من أهم الأهداف الرئيسية لاستضافة مثل هالمحافل. لما نتكلم دائما عن الأولمبياد نتكلم عن صناعة بطل الأولمبي، لما نتكلم الآن تتكلم عن سباق السيارات اللي فيه شغف كبير في السعودية وفي متابعة لها، لا شك أنه هذا يساهم بخلق بيئة يعني خليني أقول لك مناسبة لصناعة مثل هالأبطال. المفترض أنه يكون فعلا في تركيز لهالجانب. يمكن حتى شفنا قبل لما أتكلم عن زي الكابتن يزيد الراجحي، يعني كان له العديد من المساهمات على مستوى العالم يمكن، وكان في رالي حائل، في أعتقد أنه كان محتكر لعدة سنوات الصدارة في مثل هذا. لا شك أنه أكيد أنه قادرين أن نصنع مثل هالأبطال. اليوم اسم صالح السيف السيارات الرياضية للجولة الثانية متصدر، كل هذه تعطي مؤشرات أنه مفترض أنه السنوات القادمة نركز على صناعة الأبطال. بس هذه رياضة مكلفة، رياضة غالية حسب ما، أو هي الأغلى على مستوى التجهيز، يمكن هذا يكون عائق أمام الشباب. هنا أنت لما يعني تخلق هالبيئة لا شك أنك حتى تساهم في إدخال سواء القطاع الخاص أو حتى استثمار، يعني لما يراهن على بطل ما تراهن على يعني هاوي أو واحد والله داخل مسابقة لغرض الوصول زي ما ذكر سمو الشيخ أنه الوصول للنهاية يعتبر إنجاز، لا، لما لصناعة بطل لصناعة ذا. أعتقد أنه إحنا نشوف الآن شركات عالمية على مستوى العالم هي اللي ترعى بعض الأبطال وشعاراتها موجودة واللوجو موجود، التسويق لها لا شك أنه مثل هذا هنا فعلا التحدي الحقيقي لصناعة الأبطال وإقناع القطاع الخاص وغيره من المساهمة في مثل هالمجال. جميل، نغلق ملف رالي دكار، نحن نتابعه معكم في الديوانية بشكل كامل ويومي، وأذكركم بأن مراسل القنوات الرياضية متواجدين في كل المناطق التي يصل إليها المتسابقون في نقل حي ومباشر عبر استديوهات القنوات الرياضية. بالنسبة لرالي دكار روح للبطولة العربية، ونقول لكم لا تقلقوا من سؤال هل عاد الاتحاد، تأكدوا أنه لا يحب الفرصتين، والأكيد أن بإمكانه أن يسجل هدفين لكل مشرع التنبؤ في كرة القدم ونظريات القياس عن عودة الكبار عبر ممرات التدرج والانسجام والهيبة والثقة. باتت أمامكم اليوم فرصة أن تصنعوا حرفا جديدا لأدوات الاستثناء، اكتبوه بأقلامكم السوداء وأوراقكم الصفراء، اسمه النمر، لا يخضع للصعوبات، النغم عالي وللتل النهائي. مبروك للكرة السعودية أحد أبطالها في نهائي البطولة العربية، مبروك للاتحاد وهارد لك للشباب. معتل القمة جمهورك الروح.
دهر نعمة. مبروك مرة أخرى للاتحاد، هارد لك للشباب، مبروك الكرة السعودية أن يكون أحد أبطالها في نهائي هذه البطولة. قبل نروح لتفاصيل هالمباراة أبو حمد، إجمالي عام كمباراة ينتظر منها أن يتأهل للنهائي، أولا على المستوى الفني هل وفت بالوعود كما نقول، هل الكرة السعودية أيضا استفادت أن يكون هناك نادي في النهائي لهالبطولة؟ شوف انا اتصور يعني النصف النهائي اليوم كاداء فني اعتقد انه لم يرتقي للمستوى المطلوب منه، لكن اعتقد الفريقان اليوم اقتسما يعني الافضليه على مستوى الشوطين. يمكن الشباب اليوم كان افضل في الشوط الثاني، في الشوط الاول افضل مقارنه، ويقابل في نفس الوقت سوء اتحادي اعتقد يمكن من أسوأ الأشواط اللي لعبها الاتحاد هذا الموسم. في المقابل الشوط الثاني الاتحاد أنا أعتقد أنه تحسن، يعني تحسن قليلا، كان أفضل يعني في أدائه. الشباب أنا أعتقد أنه يعني يمكن استسلم شوي للرغبة الاتحادية في مسألة يعني التسجيل وإدراك التعادل وبعد ذلك التقدم في وقت قاتل. يعني أعتقد أن الاتحاد اليوم والشباب اليوم فاجأ الاتحاد بالهدف الأول، يعني يمكن تقريبا في أجزاء من الدقيقة الأولى نجح في تسجيل الهدف الأول، وأعتقد أنه يعني أفقدهم التفكير في 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 هذا الشوط، وهما يعني أدى إلى ظهور الاتحاد بمستوى يعني سلبي نستطيع ان نقول في 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 هذه او في هذا الجزء من المباراة. انا اعتقد ان يعني الاتحاد اليوم حقق نتيجة مهمة بالنسبة له، استطاع من خلالها انه يعني يضرب موعد في نهائي كأس الأندية العربية، فرصة بالنسبة للفريق الاتحادي انه يعود من خلال هذه البطولة يعني استعادة قليل من أمجاد الاتحاد ومن تاريخه. أنا أعتقد الاتحاديين يعني يمكن يجنون ثمار أعتقد تواجد أمثال حامد بلوي. أنا أتصور أن حامد بلوي أعاد قليلا من التوازن في الإدارة الاتحادية، يعني حضوره كمشرف عام على الفريق أو مدير عام في الفريق أعتقد أنه يعني ساهم بشكل كبير في يعني رسم صورة جيدة عن الفريق بشكل عام. أيضا أعتقد العناصر الاتحادية، في عناصر أعتقد أنها ممتازة جدا اليوم، الحارس القروهي أعتقد اليوم يعني مصدر ثقة وتصدى يمكن تقريبا 5 أو 6 أهداف حقيقية. صحيح. يعني تدخلاته دائما ولا في هذه المباراة صراحة، يعني شوف أحيانا الأهداف اللي ترج فيه في الشوط الثاني دائما في المباريات الدوري أنا أعتقد أنها يعني محبطة بالنسبة له، لأنه صراحة من أفضل العناصر اللي تم التعاقد معها على مستوى الدوري ولا على مستوى الاتحاد. أيضا الاتحاد يعني اليوم رغم ذا الشيء اليوم كان فاقد لرودريغز اللي كان متوقع أساسا أنه يشارك، لكن لم يستطع أنه يثبت جاهزيته في هذه المباراة. أنا أعتقد الاتحاد يعني يعود ويتحسن بشكل تدريجي، وهذا مهم جدا. عودة الاتحاد إلى مستوى أو إلى واجهة كرة القدم السعودية مهمة جدا. أنا أعتقد أن الاتحاد أيضا أنقذ يعني أعطى أنقذ كرة أنقذ البطولة العربية، وفي نفس الوقت سيعطي البطولة العربية وهج وشو إعلامي أكثر، حتى لو كان لم يكن هناك حضور جماهيري. أنا أعتقد النهائي لو تأجل أكثر ما بعد إلى ما بعد فبراير محتمل أن يكون هناك حضور يعني حضور جماهيري، ولا يمنع أيضا يعني نشوف مثلا الحين عندنا ما شاء الله اللي يأخذون اللقاح كثير يعني الآن على مستوى المملكة، وبالتالي إذا كان هنا مباراة الذهاب أعتقد أن مباراتين ولا مباراة واحدة النهائي بالمغرب بالمغرب
يعني أنا يعتمد على وضعية الجائحة، هل صح. هل ستقام مثلا في الشهرين هذه أو في شهر ثلاثة أو كذا، ما نعرف إلى الآن. أنا أتصور أن حضور الاتحاد في النهائي العربي أعتقد أنه يعني سيعطي قوة أكبر للبطولة. جميل، نروح لتفاصيل هذه المواجهة. على عكس العادة وعلى غير العادة في هذا الموسم، الاتحاد يستقبل في الشوط الأول ويعود في الشوط الثاني، يكفيه التعادل لكنه ينتصر بهدفين. ضمن دوري نصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وفي مباراة الإياب منها، استضاف الاتحاد فريق الشباب في مباراة انتهى نصفها الأول في الرياض بالتعادل الإيجابي بهدفين. ردود فعل هذه المواجهة واكبها الزميل العزيز عمار بحكيم، وتحدث مع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأستاذ أنمار الحايلي وأيضا نائب الرئيس الأستاذ أحمد الكعكي. نتابع. طموح ان شاء الله، الحمد لله، امل ان شاء الله، كلنا عمل واجتهاد ان شاء الله نقدم شيء لهذا الجمهور العظيم ان شاء الله، ولدولتنا الغاليه والدعم اللي قاعدين يقدمونه اياه ان شاء الله باذن الله، ان نكون على قد الثقه ونقدم الذهب باذن الله لهم ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله تاهل، 10 سنوات ماضيه ما جينا لهذا التاهل، مبسوط على الفريق، مبسوط على الروح الواحده، مبسوط على الفريق الواحد، مبسوط على الاتحاد. الحمد لله مبسوط على الاتحاد، اكيد كلنا مبسوطين. احنا ما جينا الا نعمل، عندنا 4 سنوات بقينا ان شاء الله بعد الموسم هذا سنتين، يعني احنا ما جينا الا الهدف انه نرجع الاتحاد زي اول وافضل ان شاء الله بامر الله. انك تتعب وتنجز هذا مهم، بس الاحلى كمان انك تواجه ضغوطات واخطاء وانتقادات وترجع تقوم. الحمد لله اللاعبين الحمد لله قد ما نشكرهم ما نوفيهم حقهم، بيتحملون ضغوطات كبيره، مقصرين في حقهم حنا كثير كاداره، لكن الحمد لله على قلب واحد ان شاء الله، ووعدونا بالذهب وباذن الله باذن الله ان نقدر نقدم الجمهور ان شاء الله بامر الله. اذا هم تحملوا ضغوطات اللاعبين، انتم ايش تحملتوا؟ والله احنا مو مشكله، احنا الساهل جمهور نادي الاتحاد والنادي الساهل، زي ما قلت احنا جينا نخدم النادي نستحمل اي شيء، ولا اذا ما استحمل مجهول ان شاء الله باذن الله، باذن الله يجي الكاس ان شاء الله وياخذ حقه ان شاء الله. كلنا اخوان وجايين نخدم نادي الاتحاد. اليوم اخر نقطه واخر سؤال، السنين الاخيره في ادارتكم وحتى في الاداره اللي قبل، تيجي بطوله يرفع الفريق، الجمهور يرفع سقف الطموحات، اللي يطالب ببطولات، فالواقع يصطدم بالواقع. اليوم ايش الرساله اللي توجهوها للجمهور بعد هذه النتائج حتى الان؟ احنا جينا زي ما قلت لك، جينا نبني فريق تمام، وزي ما شفت الان الصفقات الاخيره الفريق ماشي في رتم تصاعدي، وباذن الله حيكون افضل وافضل للقادم ان شاء الله. انت تحط لا، هذا الشيء اللي احنا نتمناه، ما راح نستعجل على الفريق، ما استعجلنا على الفريق، اللي صار السنه ونص الماضيه كان عمل جبار وجهد جبار، كل الاداريين كل اللاعبين قاعدين نطلع خطوه خطوه ان شاء الله، وباذن الله انه مجهودنا ما يروح ابدا باذن الله.
مبروك للأستاذ أنمار وكذلك لصديقه وساعده أحمد أستاذ أحمد الكعكي، لكل هذه الإدارة اللي تعبت وعملت وتحملت زي ما قال. ومبروك لك أنت أمس كنت صاحب التوقع الأقرب للصحة، الاتحاد هو اللي حيتأهل. قلت تعادل صح؟ قلت تعادل أهل الاتحاد، تعادل أهل الاتحاد، هو تأهل، طلع الاتحاد أكرم مني. تفضل أبو خالد، تعليقك على المباراة بشكل كامل. أولا يعني أولا أبارك للوطن الوطن الرياضة الوطن بوصول الاتحاد للمباراة النهائية، وهو لا شك الاتحاد إن شاء الله يشرف الوطن بشكل جيد، وهارد لك للشباب اللي قدم مباراة كبيرة جدا زي ما ذكر أخوي عبد العزيز إنه قاسم اتحاد الندية في الشوط الأول كان الشباب هو الأفضل وأنهى الشوط متقدم، والشوط الثاني عاد الاتحاد واستطاع الاتحاد أن من خلال عودته هذا أن يخطف الأهم وهي بطاقة التأهل للمباراة النهائية، واستطاع الاتحاد من هذه المباراة كما تحدثت أمس أخوي عبد الله أن هذه المباراة تعتبر هي ثمرة الجهد الكبير اللي بذل على مستوى الجهاز الإداري، على مستوى الجهاز الفني، على مستوى اللاعبين. كان عمل كبير جدا للاتحاد في الفترة الماضية، شاهدنا الموسم هذا تقريبا خسارة وحيدة للاتحاد، وأيضا الأهم من هذا كله أن عودة الثقة برجوع بطل من أبطال الكرة السعودية القادرين على تحقيق إنجازات وطنية للاتحاد. نتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة، هذه خطوة، الخطوة الأهم البطولة، ونحن فرحانين حقيقة فرحانين بعودة بطل، لكن ليست بطولة، البطولة إن شاء الله تتحقق في نهاية البطولة العربية، ويأتي الاتحاد بالكأس من المغرب كمنجز وطني يستحق الاتحاد من الوسط الرياضي أن يدعمه في هذه المهمة سواء على المستوى. البداية ما كانت جيدة في المباراة على المستوى الفني، ربما نعم ثانية وفي هدف. نعم صحيح، ربما الهدف اللي تسجل للشباب في بداية المباراة كان يعني مربك لوضع الاتحاد. التقرير ذكر أن الاتحاد أول مرة يخرج شوط أول متأخرا، وهذا ما اعتدنا عليه في المباراة الماضية، كان له اتحاد شكل معين، الاتحاد في آخر المباراة شكل ثاني. هذه المباراة ربما اختلفت لعدة أسباب. الشوط الأول حقيقة أنا أعتبره من أسوأ أشواط نادي الاتحاد في الموسم الحالي، لكن العودة وهي الحقيقة اللي هي الرهان الحقيقي لفريق الاتحاد، أنك تعود في شوط صعب جدا أمام فريق صعب مثل الشباب. احنا شاهدنا الشباب مباراة الهلال كان فريق استطيع ان يقلق جميع المنافذ، وخصوصا ان المواجهة الثالثة بين الفريقين في خلال تقريبا 45 يوم، وانا اتصور انها كانت المباراة الاوراق المكشوفة بين مدرب الاتحاد ومدرب الشباب. نعم حافظين بعض. ايه حافظين بعض، ولكن الحقيقة اللي فرقت روح الاتحاد. فهذا الجانب الروح الاتحاد او الورقة الرابحة لنادي الاتحاد هي روح الفريق. احنا شاهدنا الشوط الثاني كان حتى احمد حجازي من اللعيبة اللي دخل في منظومة الاتحاد وكانت روحها عالية في المباراة، فهد المولد ورؤومة ساعد كثيرا في عدم اليأس أمام التكتلات الدفاعية للشباب، وهذا أعتقد أن أمر كان جدا إيجابي في من أجل الاتحاد أن يعود لهذه المباراة. لكن أتصور العمل القادم لهذا الاتحاد أمر مهم، والروح العالية حتى في مستوى تصريح رئيس النادي ونائبه أنهم يرغبون في تحقيق منجز الوطن. والأمانة إدارة المار الحالي انتقدت كثيرا مننا ومني شخصيا ومن الزملاء كثير من الإعلاميين، لكن الموسم هذا في خطوات كثير تصحيح إيجابية. ربما الأستاذ حامد البلوي من العناصر الإيجابية اللي دخلت في المنظومة وساهمت مع بقية العمل الإداري بالفريق على إعادة الفريق. والعنوان الأبرز للاتحاد والمستوى، وهذه رسالة للاتحادين، هو الاستقرار. احنا شاهدنا الاتحاد مستقر على مدرب مقارب تقريبا 8 إلى 10 أشهر، مستقر على اللعيبة الأجانب، مستقر على مستوى إدارة النادي. الله هذا المدرب خذ من المحللين شغل المدرب حتى يقنع. المدرب عشان نكون احنا رايين، سألت هذا السؤال انت بعد مباراة الهلال عندما حصل الثناء. مدرب الاتحاد مدرب جيد يعني مدرب يجيد ان يعيد الفريق، لكن الملاحظ فيه انه دائما يلعب باسلوب واحد، وهذا قد يحضر في مباراة الاندية الكبيرة بحكم انك انت تقدر تلعب مساحات خلف الاندية مثل الهلال مثل الشباب مثل الاهلي، لكن في مباراة كثيرة الاتحاد يجد فرق متكتلة دفاعيا، والاسلوب الموحد اللي يلعب فيه طول المباريات قد يكون محل الانتقاد. لكن ايضا يعني في ظل فوز الاتحاد وفي ظل هذا التوهج يعني حقيقة هو المدرب شارك ببروفيتش طوال 11 مباراة 12 مباراة، وجات في اهم مباراة وأشرك كمارة، فهذا أيضا كان نوع فيها نوع من حرق الأعصاب للاتحادين، لأن صراحة تأخر الفوز الاتحادي في هذه المباراة. من تبغى يشرك طيب؟ كان بروفيتش جاهز يعني عندك. بس مو موضوع الأجانب في البطولة؟ لا هو شارك الشوط الثاني.
اي بس ما عدد اللي يلعبون ما تغير يعني خمسه لعيبه يحق لك تشارك بخمسه انت هذا اللاعب لعبته ب 11 الى 12 الى 13 مباراه مهاجم اساسي حتى في المباراه الاولى. ايش اللي خلى هارون كمارا هو الوحيد من المجموعه اللي للان ما استفاد من الفرصه؟ يعني انا اشوف سعود تطور والشنقيطي ما شاء الله نقول عليه وجه جديد، الحارس اسم كبير وبدا يثبت نفسه، حجازي صحيح. روما اتصور اتصور نجم. اتصور الا هارون حتى الان اتصور ان هارون كومار لا زال تحت ضغط نفسي لعدم التسجيل. هو الان مع الاتحاد تقريبا كمل السنه وهذا دخل السنه الثانيه لم يسجل اهداف، يعني بحكم انه راس حربه بشكل كافي، وبالتالي هذا عمل ضغط نفسي كبير. احنا نشوف مهاجمين كبار امثال عمر السومه امثال برافيتش امثال جوميز لما يتاخر مسألة التسجيل تبدا انعكس ضغط عليه، فما بالك لاعب يعني سنه تقريبا ما تجاوز 25 سنة، فبالتالي طبيعي أن يكون ضغط كبير عليه. وحنا لاحظنا يعني اللاعب وده يعمل أشياء كثيرة لكن الزج فيه من مثل هذه المباراة تحت ضغط كبير أمام دفاع صلب، أنا أعتقد أنه يعني ساهم في زيادة الضغط على اللاعب نفسه. لكن عندما لعب برينفيتش صار المسؤولية التسجيل ليس على كمارا، أصبح في أكثر من لاعب، صار هجوم الاتحاد في أكثر نشاط في هذا الجانب، واستطاع أن يسجل هدفين ولو استمرت المباراة لسجل هدف ثالث للاتحاد. لكن بشكل عام ألف مبروك للرياضة السعودية وصول هذا العملاق للنهائي العربي، وألف مبروك لجمهور الاتحاد الذي يستحق حقيقة ما كان ينقص مباراة اليوم إلا حضور المدرج الاتحادي لتكتمل الفرحة. لكن إن شاء الله تعالى بحضور هذه البطولة يفرح الجمهور ويفرح جمهور السعودية بشكل عام. جميل، نروح لفاصل بعدها نكمل في تعليقات هذه المباراة سواء في من خسر هذا اللقاء أو حتى ردود الفعل، ابقوا معنا. في هذا البرنامج راح تشوفون أطفال عمركم ما شفتوا مثلهم قبل كده. التحدي الأول مجرة العين السوداء، هذا من أسرع الطيور، الأخوان رايت، هو أصلا يبعد عن الشمس 700 مليون. ممتاز ممتاز ممتاز، كلها صح. ضيوفي صغار بس عيونهم تلمع معرفة طموح وتحدي. عمار راح يتحداني وأنا معايا الآلة الحاسبة. في لحظات فاجأتني. وضحكت هيك صارت لا انا في لحظات دمعتي سبقتني. العبقري الصغير قريب معي يوسف الجراح. لا تستهتروا بعطول الاطفال. في عالم لا يملك تسارعه رفاهية الوقت في سباقه للمستقبل، السعودية عضو مجموعة العشرين برؤيتها الطموحة تسير بخطوات أسرع من الوقت نحو تنمية جوانب كل الحياة. وعلى امتداد جغرافيتها الصوت الأعلى للتنمية والبناء، فالعمل قائم في المشروع. اهلا بكم من جديد متابعينا. قبل الفاصل كنا في حديث عن التاهل الاتحادي لنهائي البطوله العربيه، نستكمل رفقه المميز عمار با حكيم ردود الفعل بالنسبه للاتحاديين، والحديث القادم للمشرف العام على كره القدم بنادي الاتحاد الاستاذ حامد البلوي. انت قلت احمد كعكي وانمار، يعني انا بالنسبه لي عشت معهم وبينهم وشفت وش قاعد يقدموه للنادي. يشهد الله اني ممكن زعلان على وضع الاتحاد وزعلان على الوضع اللي ناس دفعوا اكثر من 35 مليون
والوضع كان صعب. فاليوم الله انصفهم انه وصلنا النهائي ورجعت الاتحاد في الوضع هذا اللي احنا محتاجين. انه النهائي ممكن يتاخر شوي شهرين كذا، هينعكس عليك ايجابيا في مبارياتك الجايه، في موسمك، في نشوه لعيبه الاتحاد. رجال اداره الاتحاد تقدم كل شيء، ان شاء الله باذن الله ان الامور تمشي وتكون افضل ويكون الوضع افضل للاتحاد في المرحله الجايه. انا بالنسبه لي الوضع القائم اللي انا موجود فيه، يعني انا اكلمك انه انا تفكيري بناء فريق، وفريق الاتحاد فريق جاهز. يعني انا من قبل اجي وانا عندي قناعه انه الاتحاد في عناصر قويه. المفروض ان هذه العناصر زي فهد المولد، هذه المفروض تحقق بطولات، تسيطر على بطولات، تكون اسماء قويه. وهذه هذا قناعتي الشخصيه اللي انا اشوفها. اليوم وصلنا نهائي كاس العرب، ما هنوقف لانه عندنا استمراريه في مباريات ضمك، ابها، العين، النصر، الدور الاول هيكون، ومتاهلين ان شاء الله في كاس الملك. ماني حاب احط هدف قدامي وانا اقول لك يا بيننا، والله ما حطينا هدف انه مثلا نبغى نجيب دوري، نبغى نسوي، احنا هناخذها مرحله مرحله. جبنا مراكز كويسة، خير وبركة، أهم شيء يكون عندنا فريق قادر على المنافسة، يقدر يكون موجود في المنافسة، وإن شاء الله أن الاتحاد يكون جاهز. دائما قراراتك لما تبنى على خيار إداري، أول شيء فني إداري، هذه الاستراتيجية لما تبنيها. اليوم أنت ممكن كانت التعاقدات، كان أكثر الناس في بداية الموسم كان كلهم يقولوا ليش جابوا فلان، ليش جابوا فلان، ليش. احنا عندنا نظرة، ترى اقسم بالله، يعني نظرة فنية ادارية. يعني في لعيبة انا محتاج اجيبهم لاني انا الفريق يحتاج لعيبة خبرة شخصية يكون معك، مو شرط يكون في الملعب، ممكن يلعب معي 5-6 مباريات. اليوم فرقوا معي، يعني فرقوا، انا اكلمك على مستوى غرفة الملابس، على مستوى الناس تبغى تنافس. انا تعادل مباريات، اقسم بالله اشوف الناس قاعدة تبكي كأنه خسرانين. حتى قلت لابو فيصل والشباب، قلت انا لما اشوف الروح هذه موجوده، يعني احنا تعادلنا مع الرائد لما خشيت شفت العيال كيف زعلانين، حسيت انه الاتحاد في شيء، انه ممكن يكون ايش فيها الروح التنافسيه موجوده. اللعيبه الضغوط عاليه كانت. الامور ان شاء الله باذن الله، انا ما اوعد في شيء ولا اني حاب الجمهور يرفع سقف الطموحات، انه ان شاء الله الامور تكون كويسه مرحله جايه. انا أقول للجمهور لا تستعجلون في حكم علي أجنبي، على أي أجنبي من الأجانب لا تستعجل. اليوم لما أنت تبغى تغير فيه أمور كثيرة يحتاجها النادي. يعني اليوم الأمور المالية ترى مهمة. يعني أنا بالنسبة لي لما أكون مرتبط في عقود لعيبة مدة زمنية طويلة، لعيبة متوقفين أكثر من سنة ما لعبوا كورة، يعني أنا محتاج أنهم يرجعون. يعني اليوم المعدلات اللي هم قاعدين يرفعوها يقدموها فهي على مستوى عالي. يعني بالنسبة لي أنا واحد من مجموعة. أنا بالنسبة لي كحامد، بس أنا إيش الشيء اللي عندي؟ أنا عندي ثقة في المجموعة اللي معي. حامد مش الحالة، حامد في مشعل السعيد، في مروان مهدي، في كمال الدولي، في مجموعة عمل، فريق عمل، مش أنا والله. يعني أنا ممكن ظروف العملية أكثر ما شيء ماني موجود، بس معي رجال. يعني أنا أكلمك، أنا جيت اخترت معي رجال موجودين، أحمد كعكي، أنمار، المجموعة مع عظام الجدار، عبد الوهاب عابد، يعني ناس حريصين. احنا مسكنا الطريق، بنينا استراتيجية وماشيين عليها. يعني حتى اليوم انت لو تشوف ترجع، كان في بعض اللاعبين فيها هاشتاقات ترند وصلت رفضهم انهم يجون النادي وجو، واليوم الجمهور هو. فالنظرة لما تكون نظرة فنية وقرارات انت حريص عليها هتمشي. آخر سؤال، فترة شتوية كفاءة مالية، تحب تعلق على الأمور هذه؟ أنا عندي ثقة في كل اللاعبين الموجودين. أنا أكلم إذا كان الاتحاد عنده قدرة أنه يأخذ الكفاءة المالية، مش عشان أغير، أنا ما هغير. أنا أقول لك يا من بروغوفيتش يسارك، حتى بروغوفيتش واضح أنك تأسر. بروغوفيتش لاعب كبير، أنا بالنسبة لي عندي ثقة فيه. اليوم حسم سجل هدف وعندنا ثقة فيه، قاعد أقدر الظروف اللي هو يمر فيها، سنة ما لعب كورة، إن شاء الله بعد مباراة اليوم تكون أموره أفضل وأفضل وأفضل بإذن الله. حامد البلوي يتحدث بلغة الخبير العارف بأمور كرة القدم، يمكن بعض الأشياء اللي أشار لها أبو حمد فيما يخص الرأي. بشكل عام مبروك الاتحاد، هاردك للشباب. أفضل بداية ممكن يخطط لها مدرب أنه يجيب في الثانية 40 أو الدقيقة الأولى هدف ويروح الشوط الأول وهو منتصر.
صحيح. طبعا في البداية مبروك للاتحاد، ولا شك أنه هذا طبعا يعني إنجاز الكرة السعودية وجود طرف في النهائي، وإن شاء الله تعالى يعني يكتمل هالمشوار بتحقيق اللقب. ولا شك أنه عودة الاتحاد أو واللعب الاتحاد على نهائي البطولة العربية ما يعتبر شيء غريب. الاتحاد فريق كبير، وإن يعني تعثر في السنوات الأخيرة، إلا أن عودة لا شك إضافة للكرة السعودية ككل. بالنسبة للشباب يمكن الزملاء اتفقوا أنه كان الشوط الأول شباب متفوق، الشوط الثاني تفوق الاتحاد، وهي باختصار لأنه الشوط الثاني شوط مدربين. أعتقد أنه اللي صار قدام الهلال اليوم صار قدام الاتحاد، يتقدم المدرب في الشوط الأول، في الشوط الثاني يرتكب أخطاء كبيرة سواء في التغيير أو حتى في قراءة المباراة أو حتى في تكتيك المباراة، وتنعكس دائما النتيجة. يعني حتى مباراة الهلال اللي يعني الشبابيين أو الجمهور الرياضي يعتقد أن الشباب حقق نتيجة إيجابية، ترى كانت نتيجة الاستحواذ نهاية المباراة 75% للهلال 25% للشباب. اليوم ارتكب نفس الأخطاء. كان متوقع أن الاتحاد راح يهاجم الشوط الثاني، ما استغل مثلا الفراغات اللي راح يعني تظهر له من اندفاع الفريق الاتحادي بإشراك مثلا مهاجم زي عبد الله حمدان. عندك يعني مهاجم زي ديوب أعتقد أنه اليوم يعني وجوده زي عدمه، ما كان له أي إضافة طبعا كل الموسم هذا. وديوب يعتبر برضه يعني أنا حتى قبل يمكن 3-4 شهور كتبت عن المدرب وعن ديوب أنهم أساسا يعني دائما هناك مثلا بعض اللاعبين الأجانب وحتى مدربين تمنحهم الفرصة على أساس أنهم يثبتوا أنفسهم، لكن لا المدرب ولا المهاجم في نادي الشباب قاعدين يصنعون الفارق. لذلك أتوقع النتيجة اليوم طبيعية المتابع للشأن للفريق الشبابي، يعني حتى وإن توقع اليوم فوز الشباب كان يتوقع أنه يأتي خليني أقول لك يعني ضربة حظ أو تمشي معه، لكن منطقيا وعلى تكتيك المدرب وعلى الخيارات اللي موجودة وعلى الخيارات الهجومية اللي موجودة كان هذه النتيجة متوقعة. قبل نحملها المدرب نحملها إدارة الفريق اللي تحملت أو رئيس النادي الأستاذ خالد البلطان. يعني المدرب تخيل الآن اليوم 10 مباراة متتالية لم يفز إلا في مبارتين، فالمدرب يعني كان من السوء بمكان أنه في مباريات كثيرة لا تدخلاته في التغيير، لا قراءة للمباراة حتى وإن تقدم الفريق. يعني زي ما قال الزملاء يعني كانت عندك فرصة ذهبية تدخل مباراة نصف نهائي وتحقق هدف تقدم قبل حتى الدقيقة الأولى. إذا كل الأدوات بيدك، كل الأدوات الانتصار بيدك، ترجع عن سواء في تغييرات خاطئة أو تأخر في التدخل التكتيكي أو حتى إخراج بعض العناصر المميزة. أعتقد أنه سلمها يعني للاتحاد، ولما تسلم مباراة وتخطي بعض الأخطاء مثل هالأخطاء أمام فريق كبير زي الاتحاد لا شك أنه يستغلها ومباشرة يعني تعادل وسجل الهدف الثاني. مبروك للاتحاد. أعتقد أن الشباب، وأرجع أؤكد عليها، المتتبع لمسيرة الفريق من البداية حتى من رشح الشباب للدوري، أعتقد الآن تتكلم الشباب خرج من كأس الملك، خرج من كأس البطولة العربية، كان يعني على بعد خطوة واحدة عن النهائي. حتى في الدوري أعتقد أن أموره في ظل هالظروف ما راح يعني يستمر كثيرا حتى في المنافسة على المراكز المتقدمة، لأنه دائما تكلم حتى عن الحاجة الهجومية والنجاعة الهجومية، تكلم عن دور المدرب، تكلم اليوم الفريق الاتحاد لعب مع الشباب يمكن خلال شهر 3 مباريات ما فاز الشباب. الشباب خلال 10 أيام لعب مع القادسية 2 مباريات خسرهم كلها. الشباب لعب أمام التعاون خسر 4-0. أعتقد كل هذه مؤشرات قاعدة تقول في خلل في الفريق، خلل في التدريب وخلل في العناصر اللي موجودة. هذا يعني المهاجم أو العناصر الشتوية على الأبواب. يعني المشكلة يعني حتى الشتوية الآن يعني لما تفرط في 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 مباراة زي اليوم، مباراة كنت على بعد خطوة من النهائي وتخرج من كأس الملك، يعني ماذا ستصلح في الشتوية؟ أنك والله تتقدم مركزين أو 3 في الدوري. لا تجيب الدوري. أن التدخل تفكر تجيب الدوري، لو غيرت ممكن تجيب الدوري، ليش لا؟ أرجع أقول لك لسه نواقص شباب كثيرة على منافسة في الدوري، لكن هالكلام هذا كان مفترض من الموسم الماضي. سواء المهاجم ديوب أو حتى مدرب الفريق متواجدين من الموسم الماضي، كان عليهم بعض الملاحظات وكان هناك نقد عليهم بشكل مستمر. الإدارة رأت أنهم يستمرون. اليوم شفنا نتاج يعني تجديد قناعة في مدرب قاعد يثبت في كل مرة أنه ما هو قادر يعني يضيف للفريق. ما تسمع مسج مثلا دائما يكرر أنه إحنا القريبين من النادي والتمارين وإحنا اللي نعرف وش التفاصيل أنتم ما تعرفون؟
تقبل هالرد؟ لا انا اشوف الان عبد الله الجمهور واعي ويتابع ويعرف اغلب النقد اللي صار اليوم. يعني ترى الناس الفنيه والناس المتابعه والجمهور المحب والمتابع اللي يفهم كوره كل المشاكل اللي حصلت اليوم كان متكلم عنها قبل 5-6 شهور. يعني احيانا في مؤشرات تعطيك ان الفريق يمشي في الطريقه الصحيحه ولا، حتى وان ظهرت بعض النتائج الايجابيه اللي توحي والله للمتابع الرياضي انه والله الشباب قاعد ينافس على الدوري. يمكن ذكرت حتى هنا في الديوانيه انه لسه بدري ان الشباب ينافس، عنده نقص في الجانب الهجومي، الاجنحه الى الان ما في اجنحه محليه في الشباب. يمكن في فابيو مارتينيز يمكن هو الاضافه الوحيده، واليوم تخيل بدايه الشوط الثاني اخرج المدرب متعب الحربي ورجع فابيو مارتينيز اللي كان سبب قلق على الجهه الهجوميه. حراسه المرمى يمكن زيد الان بعد اصابه ارلا ولا كان اللي موجود فيها ارلا، عنده يعني مشاكل في الاظهره، اصيب خالد الغامدي بدايه الموسم، ويمكن شفنا اليوم ترك العمار لاعب ظهير. لسه الشباب يحتاج تعزيز سواء على العنصر المحلي او حتى استمرار كذلك جوانكا حتى العنصر الاجنبي. قبل هذا كله مدرب الفريق. هل تنتظر حديث لرئيس النادي قريب يحدث فيه الجماهير مثلا عما حصل في البطولة واجمالي عام بالتغييرات؟ متأخر جدا. الآن لو اتخذ قرار في المدرب، أنا قلت لك خليه يتكلم يعني، لأنك اسمع. أنت العودة للبطولات دائما تبدأ من بطولات النفس القصير، أنت أضعتها الآن. كان في بطولة على بعد خطوة النهائي وكان عندك كأس الملك كلها خرجت منها. فأعتقد أنه المفترض أنه يبدأ التصحيح ولكنه تأخر جدا. هذا يعني اتوقع انه المفترض انه يعني يكون هناك تصحيح ويكون في فعلا توضيح صوره للمشجع الشبابي في المرحله المقبله، وان تاخر لكنه يجب انه يكون. جميل. اختم مع المميز عمار بحكيم ايضا في رده الفعل من المكزون المخصص لهذه المباراه، استوقف لاعب الاتحاد ونجمه كريم الاحمدي وكذلك رئيس لجنه الحكام بالاتحاد العربي لكره القدم خليل جلال، نتابع ماذا قاله. كنا الرجال اليوم وبقينا غاديين تنسجلوا 1-1 الحمد لله، وزعما الفرقه كتزيان كل مباراه كنلعبوا الحمد لله، وخا اللاعبين ما كانوش اليوم او ثاني اللاعبين الاخرين داروا كل شيء ان شاء الله الحمد لله، نديروا شي حاجه ان شاء الله. عاصرت الاتحاد صعودا واليوم وعدت الاتحاد لمكانه الطبيعي وانت كابتن. الحمد لله انا دابا هذه السنه الثالثه ديالي ودائما ناوي زعما نوقف بالكره وندير شي حاجه مع الاتحاد، نجيبوا كاس ان شاء الله، كاس الملك ولا كاس عرب ان شاء الله في المغرب. الحكام حقيقه مكان فخر اليوم، مكان حقيقه اعتزاز من لجنه الحكام في الاتحاد العربي، والحقيقه الامكانيات اللي قدموها امكانيات كبيره، يعني ساهمت حقيقه في ان المباراه تخرج بشكل رائع بدون اي تاثيرات، لا يوجد اخطاء مؤثره الحمد لله رب العالمين في المباراه. حكام استطاعوا انهم يرتقوا ايضا، انهم يساعدوا في الرقي بمستوى المباراه لهذا المستوى اللي ظهر اليوم. تعاملاتهم مع الفار اللقطات المفصليه نجحوا فيها؟ بكل تاكيد حقيقه استطاعوا انهم يخرجوا في هذه المباراه بدون اي اخطاء مؤثره الحمد لله رب العالمين، امر نفتخر فيه كلنا صراحه. ماجد حيكون له ان شاء الله اثر كبير في مستقبل التحكيم السعودي، حيثبت للجميع انه هو ان شاء الله خامه نستطيع ان شاء الله تعالى ان نبني عليها مستقبل حكام كاس عالم باذن الله. نشوف غير ترك الخضير مسكين واحنا نرسله كممثل لنا. حنلقى اكثر من ماجد حنلقى ان شاء الله. حكامنا الوطنيين فيهم الخير والبركه، اثبتوا وجودهم خلال الفتره الماضيه، والان الحقيقه هم ماشيين في نفس الطريق اللي كانوا ماشيين الحكام في زمن. الدعم واضح من الاتحاد السعودي، من وزاره الرياضه، من الاتحاد السعودي، من لجنه الحكام ان يظهر الحكام بهذا المستوى. اليوم مستوى الحكام السعوديين او مستوى الحكام اللي ظهر اليوم يعني ما ياتي من فراغ حقيقه، تحضير كبير خلال الفتره الماضيه من الاتحاد ومن لجنه الحكام في الاتحاد، استطعنا حقيقه ان نستفيد منهم في هذه المباراه. لا يمكن كان احنا في الاتحاد العربي أن نغامر بحكام أقل من هذا المستوى نهائيا. شكرا مرة أخرى لعمار وكذلك لخليل جلال وكريم الأحمدي. تركي، هذه هي المباراة بشكل عام، وهذه هي الأحاديث الاتحادية عن الانتصار وكذلك حديث المنظمين في البطولة.
يعني واضح حالة النشوة الكبيرة على البيت الاتحادي من الداخل، سواء من أنمار أو من كاكي أو حتى من حامد بلوي، وهي يعني نشوة يستحقها فريق العمل في الإدارة الاتحادية. يبدو لي أنهم كانوا تحت ضغوط هائلة جدا الفترة الماضية ومن الجماهير الاتحادية، فبالتالي أتت هذه البطولة يعني محاولة بث الرسائل والتواصل مع الجمهور بطريقة يعني أهدى ليتقبلوهم أكثر ويتقبلون اللاعبين أكثر، خصوصا في حديث حامد بلوي الحقيقة العميق والجميل واللي فيه كثير من الخبرة وكثير كثير من الوضوح وكثير من الذكاء أيضا في إيصال رسائل للجماهير. ما في شك الاتحاد العربي يعني تمسكه بهذه البطولة واستمراره في إقامتها ودعمها هو نجاح كبير لهذا الاتحاد، بدءا من رئيس الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وأمين العام الدكتور رجل السلمي ومدير البطولة الزميل طلال الشيخ وكل الطواقم اللي معهم في التحكيم واللجان الفنية وغيره وغيره. هو استمرار مهم جدا لنجاح هذه البطولة واستمرارها، وهي بطولة يعني مهمة على الصعيد الوجداني العربي يعني بكل ما فيها من تفاصيل. احنا نظن انه ما له، لكن انظر الى الى الى, إلى ردود الافعال في المغرب، انظر الى ردود الافعال في مصر، الى ردود الافعال في الدول الاخرى كبيرة جدا جدا، يعني خصوصا في وجود اندية جماهيرية كبيرة. فبالعكس هي بطولة مهمة. الاتحاد اليوم انا اعجبني ايضا حديث حجازي اللي اعتقد قناة ابو ظبي الرياضية، قال كلام مهم جدا عن المدرب، وانا اظن المباراة كانت يعني صحيح ان رتمها هادي وكذا، لكن الاتحاد واضح انه كان يعني يعمل بصبر ويبني من الخلف كثيرا، استراتيجية عنده قالها حجازي، قال احنا يعني دربنا وتعلمنا على هذه المسألة بشكل كبير اللي هي البناء من 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 الخلف، وقال انه المدرب مركز عليها واعطانا يعني جرعات كبيرة جدا حتى ننتهجها، واعتقد انتاجها وحتى خصوصا في الهدف الثاني. مبروك للاتحاد والجماهير والإدارته، يستحق هذا النادي العظيم ان يصل الى مناطق ابعد حتى من البطولة العربية، وربما الان اظن انه من المنتظر من الاتحاد ان يظهر اكثر، لديه عناصر ممتازة ربما يحتاج فقط بعض اللمسات، لكنه يعني يستحق ان يصل الى مناطق ابعد حتى من البطولة العربية. الشباب الحديث يكثر من ابو فراس وغيره من 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 المكون الشبابي على كاتشينيا وعلى المشاكل اللي عند كاتشينيا. كاتشينيا عقده مع الشباب 3 سنوات بحسب حديثه الذي اعلن حديث كاتشينيا نفس الصحيفة الرياضية قبل فترة. واظن انه مشكلة الشباب بالدرجة الاولى عناصرية كبيرة، يعني اليوم لو تشاهد هدف التعادل خطأ بدائي جدا من محمد سالم، ولو كان هناك بناء حقيقي لفريق حقيقي، لو كان هناك أيضا إدراك من الإدارة ومن الجانب الفني مع كامل الاحترام والتقدير، لم يبقى لاعب مثل محمد سالم في 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 صفوف نادي الشباب، ثقيل كثير الأخطاء، ما يتناسب مع المجموعة الجديدة اللي ممكن تنافس وتلعب بضراوة وبشدة وبقوة، خارج الإطار تماما. أيضا عنده عناصر ضعيفة كثيرة للشباب في أرض الميدان، يعني شرحي لي في الهدف الثاني يعني حالة تبلد غريبة جدا، يعني لو بس وضع قدمه سنتيمترات بسيطة للأمام لا لا لمنع الكرة من أن تمر، يعني كانت ردة فعلها يعني فيها بلادة شديدة جدا. الظلم الكبير الذي يقع على الشباب فيما يتعلق بالهجوم على كاتشينيا وعلى، أنا أعتقد أنه لا، حتى الياندي هو ياندي ولا الرجل أنداي هذا الرجل الضخم يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني ما كامل احترام لي، ما يمكن هذا أن يكون، يعني لا ما أنت تعرف هو محور مرة ولا قلب دفاع ولا يروح طرف ولا يقطع ولا يصنع ولا يساهم ولا ما، يعني أي دور فني أنت تعجز أن تجده له. وأنا أعتقد أنه كاتشينا مظلوم بهذه العناصر، يعني أنا ما أثني على كاتشينا وأقول أنه مدرب كبير، لكن أي مدرب آخر يأتي ويختار العناصر
لا لا دقيقة بس أبو غلا، أنا أحتري كمل فكرته على أساس إني أنا قلت ترى المدرب مشكلة والعناصر لا زال فيها. أسمعك أبو غلا قلتها صحيح. فيها مشكلة. صحيح. وإن كنت أختلف معك بالنسبة للأندية أنا أعتقد إنه بالعكس هو يمكن مسألة إنه لعب قلب دفاع هذا برضه. يعني لو جات نظري. إيه أنا لو جات نظري يعني الشباب يعني في كلاسيكية كرة القدم وفي صورتها الطويلة الممتدة على مدى تاريخ طويل لا يقدم لاعبين مثل أنداي مع كامل احترامه الشديد ولا مثل الديوب ويعني ولا هذه العناصر الضعيفة جدا اللي موجودة المهترئة فيه. هذا الأمر لا يلام فيه كاتشيني بس تركي احترام. سمحت لي اليوم حتى بانيجا اللاعب العالمي مع هالمنظومة صار عليه ملامة انه والله مو بهذا اللي كنا نشوفه العام الماضي. التوظيف وين الفرق يعني انا يعني ما هو بانيجا البري بس شوف الهدف الثاني منه الهدف الثاني للاتحاد مرر له حسين القحطاني ما قدر انه جسمه يساعده انه يلاحق الكره حاول ان ينبش خذاها منها اعتقد سعود عبد الحميد او فهد المولد وانبلت هجمه. يعني بانيجا لاعب كبير وكل شيء لكنه انا اعتقد ان الشباب يحتاج توليفه لاعب غير بانيجا. يعني بانيجا لاعب جميل يعطي كور جميله يساهم نعم لكن لا يمكن ان تطلب منها اكثر من ان يحمل الفريق على ظهره كنجم اوحد كبير كموجود كبعض العناصر اللي موجوده في الهلال وغيره. الشباب رغم هذا كله ترى على فكره في نماذج ممتازه. متعب الحربي ممتاز جدا هذا الولد ما شاء الله تبارك الله. ها 21 سنه قدم مباراه كبيره مع الهلال وانا اشوف هذا الشاب ممتاز جدا. هذا الشاب هذا اللي كان الشباب اصلا سائد عنده انه دائما يطلع لك مثل هذا. صحيح صحيح. تركي العمار ورغم أنه يعاد إلى الظهير ولكن يقدم عمل ممتاز. يعني هذه التوليفات الجديدة الصغيرة اللي تطلع هي ما يميز الشباب. أنا أعتقد أن الملام الأكبر والأول هي مجلس الإدارة في نادي الشباب بلا جدال وبلا ريب تحديدا رئيس النادي خالد البلطان. يعني الآن نعلم أن الشباب أصبح ضمن المشروع الكبير الحكومي شأن الأندية الأخرى يجد دعم كبير مالي. ما الذي يعني جعلك تعجز عن أن تقدم نماذج ممتازة سواء محلية أو حتى أجنبية؟ هذا فشل بامتياز من خالد البلطان. ثم هناك أمر أنا أيضا يعني لا أريد أن يعني ماني عارف كيف أشوفه في الشباب. هذا الارتباط بين خالد البلطان الرئيس ونادي الشباب خالد البلطان هذه الثنائية يعني أنا الرئيس وأنا النادي واضحة مرتبطة كثير بالشباب. هذا غلط في الكيانات غلط كبير. ارتباط كيف يعني شايف انه مرتبط انه الشباب هو خالد البلطان وخالد البلطان هو الشباب. هذا خطا حتى في الانديه الاخرى. جميل. الارتباط يجب ان يكون للمنهج الاداري لمجالس الادارات العمل الواضح. يعني حتى انا احيانا اشوف يعني بعض الصور كثيره تخرج من نادي الشباب خالد البلطان على الستيج واقف يحاضر في اللاعبين. يعني حكام الاحترامي ما الذي ستحاضر عنه خالد البلطان للاعبين كبار مثل بانيجا ولا غيره؟ يعني مكان الحب والتقدير له هو يعني لا هو متخصص في التحفيز الذاتي ولا في بناء القدرات. رجل نعم عنده تجربه في رئاسه النادي الاداريه فتره طويله لكن فكره المحاضره الدائمه على اللاعبين والجلوس على ستيج عالي وهم تحته كأنهم طلاب وبعض الإيماءات في الملعب ووقف هذا وتعالي هذا. يجب أن ينفصل الشباب عن هذا. الشباب يجب أن يتحول إلى نادي حقيقي لا إلى شخص كل الناس تلاحق هذا الشخص من أجل النادي. لا يجب أن يكون النادي هو الأساس. طيب ثم بس معلش دكتور خليني أخذ الخبر هذا وبرجع لكم من هالموضوع. اليوم ظهرت أنباء عن استغناء إدارة النادي الأهلي عن عدد من أعضاء الفريق الأول من بينهم المترجم السعودي مشاري الغامدي المعد البدني كذلك واحد أعضاء الجهاز الطبي وتناقلت ذلك العديد من وسائل الإعلام المتابعة والمهتمة بالشأن الهلاوي وبالرياضة بشكل عام. من جانبها مصادر الديوانية أكدت أنه من خلال تواصلها لبعض المصادر داخل النادي الأهلي أنها إدارة النادي خاطبت الأعضاء السابقين مطالبة إياهم بتخفيض الرواتب بناء على عقود جديدة بالنسبة لهم. الخطابات هذه قوبلت بالرفض. ردت عليهم الإدارة بعد هذا الرفض بخطابات الاستغناء عن هالوظائف يمكن الأبرز منهم هو مشاري لأنه هو المترجم اللي دائما يظهر في الإعلام. هذا ما نذكره من مصادر الديوانية. طبعا أكيد بحثنا عن الرد والتأكيد من قبل إدارة النادي الأهلي للتعقيب على هذا الموضوع.
لكن ما كان في رد. عندك تعقيب؟ انا عندي تعقيب عبد الله لو سمحت لي بس ابغى الله بس اتكلم معه في نقطه لو سمحت لي للشباب. اي اي بس على اساس نقطه لانه هو ذكر الوقت لك يا دكتور حبيبي. بالنسبه للمدرب يمكن ابغى اتطرق للمدرب وفي الاخير هو اشار لبعض المشاكل اللي ارتكبها المدرب متعب الحربي اليوم خرج اللي كان مؤدي اداء مميز تركي العمار المميز رجع لاعب ظهير فهذه كلها اخطاء يعني يتحملها المدرب لا شك. مشكله العناصر انا اشرت لها مسؤوليه مجلس الاداره 100% مسؤوله وانا ذكرت انه في نقص في العناصر لكن الارتباط انا ما ادري اللي يقصده ابو غلا لكن ارتباط الشباب ده الشباب لم يرتبط ولن يرتبط لا بشخصيه الاستاذ خالد بلطان ولا غيره. مساله الاجتماع مع اللاعبين او غيره اعتقد انه دائما يعني احنا نشيد مثلا لما يكون رئيس النادي قريب من اللاعبين او يكون يعني حتى قبل شوي لما الاستاذ حامد البلوي ذكرنا دوره الايجابي في جميل. مثل هذا طيب. ولكن الصوره النمطيه ربط الشباب انا بالعكس انا اقول لا الشباب ولا غيره من الكيانات ترتبط باشخاص ويجب ان نفرق طيب. خلني اروح للموضوع اللي انا طرحته. اداره الاهلي تطلب تخفيض رواتب رد بالرفض استغناء منطقي هالكلام من وجهه نظرك سواء الاهلي ولا غيره؟ في عقود طبعا اي الكلام ورق وعقود عقود ساريه يطلبون تنزيل تخفيض رواتب عقود ساريه اعتقد العقد شريعته متعاقدين وش المبررات وكيف نعم تجديد دائما لعقد منتهي يمكن انا ما اكد لكن غالبا الحديث عن التجديد يكون عقد منتهي او قريب من الانتهاء انا ما ادري بس كل التغييرات ما هي تغييرات رئيسيه يعني تتكلم عن مترجم تتكلم عن معد بدني تتكلم ما ادري والله وش ملابسات التغيير او وش ملابسات النقاش على هالنقطه. هل هو تغيير قادم ابو حمد في الاهلي يبدا من هالاشياء اللي خلينا نقول احنا خلف الكواليس بالنسبه لنا؟ والله ما ادري انا يعني ما احب اتحدث عن انباء يعني ابغى اشوفها خبر. لا هو اكيد رصني. الحين هو خبر اكيد الخبر انه الاستغناء يعني هذا ما في شك لكن السيناريو كان غامض بالنسبة للنشر والزملاء تأكدوا أنه العملية كانت طلب تخفيض رافض استغناء. أتصور أن الموضوع مثل ما قال الأخ محمد العقد شريعة المتعاقدين وش موجود في العقد هل يحق النادي الأهلي أن يقوم بهذا التصرف ولا ما يقوم بهذا التصرف هذا أعتقد هو اللي يعني يفترض أنه يكون هو المحور النقاش في هذا الموضوع. يمكن أن عندي يعني فكرة تحتاج إلى توسع أعتقد أنه ما حان الوقت إليها الآن في موضوع لجنة الكفاءة المالية. أي لسه ما أعلنت للأسف خلنا ننتظر يوم 7. أنا طبعا عندي وجهة نظر فيها ويعني يمكن تخالف آراء الكثيرين اللي والرأي الكثير اللي والغالب اللي قاعد يطرح في الوسط الإعلامي الرياضي السعودي. انتظر بس صدور اعتقد انه يوم الخميس ان شاء الله سيكون لي راي فيها. بندر راشد قال حطوا المترجمين السعوديين واول واحد طار مشاري. بس بالنسبه لتعليق قصدك على خبر النادي الاهلي طبعا الخبر هو انا اعتقد المصادر قويه في الموضوع هذا لانه اكيد مصادر الديوانيه موثوقه وايضا مصادر صحيفه عقار ايضا موثوقه. الامر اللي بتكلم فيه انا تحديدا صحيح العقد شريعه المتعاقدين لكن الجمهور الاهلاوي ماذا ينتظر؟ هل ينتظر قرارات بهذا المستوى بهذا النوعيه؟ هذا ممكن قرارات كانها بدايه ما ادري قد تكون قرارات جانبيه. وهل النادي الاهلي مثلا يبحث عن تخفيض الرواتب للعاملين التي لا تتجاوز يمكن الواحد 5000 6000 من اجل توفيرها للاعبين لم يقدموا للنادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي المامول من حضورهم؟ حقيقه اذا في هذا الخبر انا اتصور ان اداره الاهلي لا تستطيع ان تعالج المشكله الاساسيه في النادي الاهلي فبحثت عن جدار قصير في النادي من اجل تعليق اسباب الاخفاق الكبير للنادي الاهلي والنتائج والفنيه والجهد الضعيف من اللاعبين. الاداره الجيده والقويه والشجاعه هي من تجد حلول لازمه حقيقيه يمر بها النادي الاهلي، ليس في مترجم يترجم مترجم اعتقد الاخ مشاري القائم له فتره طويله جدا وكان مع اكثر المدربين واللاعبين وصاحب خبره، لكن لا اتحدث عن مثل هذه القرارات. النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ينتظر قرارات مفصليه تساهم في اعاده النادي الاهلي للمنافسه، اما الاستمراريه بهذا الشكل، القرارات بهذا الشكل لن ياتي
أي حلول بها من إدارة تبحث عن قرارات بتعليق شماعة الإخفاق على عاملين لا حول لهم ولا قوة وليس لهم أي دور فيما يصير في النادي الأهلي. مشاري الغامدي نتحمد له بالسلامة. ظهرت لليوم صور في وسائل التواصل نتعرض لحادث طهور ولا بأس إن شاء الله يا مشاري، وهو أحد المكاسب سواء بقي في الأهلي أو غادر من النماذج اللي كنا نشيد فيها. ثاني الإقالات للمدربين بن زكري يغادر ضمك، يبدو أنه في حلول الآن خلاص بالنسبة للرؤساء الأندية، موضوع الشرط والإقالة خلاص وصلوا لمراحل مستعدين يتنازلون أو مستعدين يبحثون عن مبالغ مالية لتعويض هالشرط في سبيل تغيير المدربين. وأظن أنه شوية أظن يجب أن أيضا توضع الأندية السعودية وعلى خصوص الآن لجنة الكفاءة المالية اللي هي ساحبة عقود المدربين واللاعبين للتدقيق لديها، أنه توضع هناك يعني شروط لها صبغة سعودية. يعني شاهدنا احنا بزكري في مباريات كثيرة، بعد مباريات كثيرة في تصريحات كثيرة، يعني قلل كثيرا من الدوري، قلل كثيرا من ناديه، من لعيبته، ها، وهاجم زملاء مدربين آخرين، ما علي من الملاكفات مع المدربين، لكن كان كثير الأخطاء اللفظية والتصاريح بشكل مزعج. أتمنى على الأندية السعودية يعني أن تضع بند لأن يلزم المدربين أن يحترموا كل ما يدور في الدوري وكل ما يدور في أيضا حتى لو كانت الممارسات الاجتماعية في الداخل، يحترم هذا الأمر. احنا جايبينك مدرب، ما جايبينك والله كل يوم أنت معطينا محاضرات ومنظر وتضرب في هذا وتضرب في الدوري وتضرب في الناس وأنا لا، جايبينك مدرب وتدرب، يعني نستفيد من خبرتك، نستفيد من إمكاناتك، أيضا ندفع لك مبالغ طائلة جدا. هذا رأيه. في فرق بين الرأي وبين الرأي لواحد مثلا مثلي ومثلك ومثل عبد العزيز، صح، أصحاب أراء نحن، لكن هذا مدرب فني. بعد المباراة عطني وش سويت في المباراة، يعني ما الذي تفعله في المباراة؟ ما يعطيك شيء، يهاجم على هذا ويتكلم على هذا، ما علي منهم ملاكفاته هي المدربين. الدوري السعودي تمسه بين وقت وآخر، وتمس ناديك وتمس لعيبتك وتقلل منهم. يا رجل أنت يعني احترم على الأقل أدبيات التعاقد، لا يليق أبدا وأنت متعاقد مع جهة أن تضرب فيها كل شوي، لا يليق. حتى أيضا من أدبيات التعاقد عندما تغادر أي جهة من أدبيات التعاقد أيضا أن لا تتحدث عن هذه الجهة بأي شكل من الأشكال. نتمنى على أنديتنا أن تضع شروط في هذا الإطار من لجنة الكفاءة المالية، أنه تعال ما في مشكلة بس لكن تحترم المعايير والمواثيق اللي في البلد. ليش ضحكت أبو خالد؟ كل شيء كفاءة المالية، وكان الأندية لا تستطيع أن تعمل من خلال الكفاءة المالية. تعليق موضوع مدرب أخفق في دوري، نحمل على الكفاءة المالية وعلى تصريحاته. أنا ما قلت لا لا بن زكري لا 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 بس اسمع لا 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 بتكلم. لا 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 معلش بتكلم ما سمعتني اتكلم بتكلم يا حسين كان وجهة نظري ما قلت غلط وجهة نظرك مبنية على كلامي يا حسين أنا ما قلت لجنة الكفاءة المالية غلط قلت الآن لجنة الكفاءة المالية في إجراءها الأخير وهذه نتيجة مطالبات هنا في الديوانية وغيرها يا أبو محمد يمكن تساعدني في هذا الموضوع أصبحت طلبت لجنة الكفاءة المالية أن عقود المدربين واللاعبين تصبح لديها للتدقيق أيضا وعقود الرعاية والاستثمار في الأندية هذا ليس خطأ أنت الآن ما قلت أن اللجنة أبو غالة اسمح لي بس سنقول أنا أقشك أبو غالة أتمنى حتى من اللجنة المالية أن تضع شرط مدام العقود صارت عندها أوكي فهمت وضحت النقطة بس أي أنت الآن إلقاء عقد بن زكري هل هو لأنه تصريحاته كثيرة؟ هل هناك اسقاطات او انه لا ولا مستوى اللي شفناه بالود والترحيب وحتى المركز الاعلامي منزل اغنيه جميله على الخبر انا اتكلم اداره ضمك اتخذت القرار هل هو لانه يصرح ويسي في او يسقط في بعض النقاط لا بس هذا راي تركي اي اوكي لكن المدرب ما تم القاء عقده الا نتيجه الوضع المستوى المتدني قال له شكرا نادي ضمك نادي قال له شكرا اوكي انا بس اتكلم عن السبب اللي قال هذا نروح لجانب آخر وفيما يخص الدوري السعودي ونجومه المميز محمد بن سمحة أجرى لنا حوار مع حارس مرمى فريق الوحدة عبد الله العويشير والذي تحدث في جزئه الأول من هذا الحوار عن فريقه الوحدة سر تميزه أو تميزه أمام الفرق الكبيرة متابعة الشباب ممكن ما في ضغوط جماهيريه ف
في نفس الوقت في مطالبات ببطولات، في مطالبات بعودة الشباب السابق، عودة الشباب اللي اعتادت عليه الجماهير. ارتاح عبد الله يعني من ناحية ال 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 خلينا نقول لك البيئة، الإدارة، الجهاز الفني، كان في ممكن عطاء أكثر من عبد الله لو استمر مع الشباب؟ والله مثل ما قلت لك يعني في الشباب كان فيه فاروق بن مصطفى، يعني صحيح إن أنت تشارك مباريات في الدوري كانت يعني لعب تقريبا شوط او شوط مباراه وقدم فيها، لكن مثل ما قلت لك لما يكون في حارس اجنبي تكون فرصه الحارس السعودي صعبه مره. من بدايه الدوري ممكن وجودي مع الوحده كان لسه الواحد حتى ممكن اسماء اللعيبه ما بعد يعرفها، فانه ممكن تمرن ثلاث ايام وعلى طول اني لعبت مباراه يعني فزنا مباراه او الخمس مباريات الاولى كانت فيها شوية تذبذب مستويات من الجميع صراحة. فترة بعد المنتخب لا تغير الوضع، فريقنا كان تحسن أفضل ونتائج كانت يعني مرضية لنا احنا كلاعبين والإدارة والجماهير. إلى الآن أعتبر الوضع إلى الآن يعتبر جيد، نطمح للأفضل أكيد. المباريات الكبيرة الناس هي تشوف، الناس ما تحب تتكلم على مباريات صغيرة أو مباريات بين أندية في منطقة الوسط، يعني كل النظر يكون على الأندية الكبيرة، الإعلام، الجمهور، كل الناس، ما حد يشوف المباريات اللي هي مثلا تكون مثلا الوحدة والباطن، الوحدة وأبها، ما حد يتكلم عنها كثير. واللاعب نفسه هو يعرف، يعني هو يعرف إن المباريات الكبيرة إذا ما ظهر فيها متى يظهر؟ صحيح. متى يظهر اسمك في المباريات الكبيرة؟ حتى يعني حتى اللعيبه اللي في الانديه الكبيره يعني في مثلا في المنتخب، في المنتخب لما مباراه المنتخب مثلا مع الاوروغواي المنتخب لعب مباراه خرافيه، صحيح ان خسرنا المباراه لكن لعب منتخب مباراه يعني الكل يذكرها، صحيح ان هزم لكن راضين عن نفسنا، صحيح ضد منتخب كبير العالم تشوفه، هذا الشيء لرغبة اللاعب إنه يظهر في مباريات كبيرة. مباريات الصغيرة في مستوى في أداء لكن ما فيها علم، ما عليها علم كثيرة، حتى لو أديت وفعلت وذا ما حد راح يتكلم عنك. أنا الحمد لله يعني في مباريات كثيرة أنا راضي عن نفسي فيها كثير، حتى جماهير الأندية الثانية، جماهير الهلال يقول هذا عبد الله عوشير ما يلعب ضده، أيضا جماهير الاتحاد نفس الكلام، جماهير الأهلي نفس الكلام، جماهير الشباب نفس الكلام. في الجزء الثاني من حوار العويشير تحدث عن المهاجم الذي لن ينساه وأفضل مدرب له في حياته الكروية، رفقة الزميل محمد بن سمحة نتابع. لكن مثل ما قلت لك الإعلام لما يحب يطلع شيء يطلعه، لما يحب ينزله أو يخفيه يخفيه. أهم شيء كان عندي قبل أن أنتقل للوحدة أن أنا ألاقي فرصتي فيه، بحيث أنه أنت راح تعطيني عقد وراح تعطيني فلوس، صحيح ما راح تعطيني فلوس وأنا قاعد في الدكة، صحيح واحد اللي بياخذ فلوس يحللها. أنا أفضل يعني لما يتقيم مدرب أو يتقيم مدرب أفضل يتقيم مدرب على نهاية موسم، لما يتغير بنص الموسم المدرب انت تحتاج برضو مدرب جديد، يحتاج ان انت تصبر عليه وتشوف متى راح يعطيك. فتح الجبال اعتبر اب لي انا شخصيا، يعني صراحه مع انه انا من الاشخاص اللي قليل تكلمت مع فتحي او تناقشت معه في اي موضوع او في اي شيء، لكن فتحي قليل الكلام لكنه يظهر مشاعره داخل الملعب صراحه، يعني من افضل المدربين اللي مروا علي أنا شخصياً يعني، وأتمنى له التوفيق. فيتوريا مدرب يعني هو نفسه المدرب اللي أخذ الكأس الاستثنائي، وحالياً العناصر الموجودة في النصر تعتبر يعني أفضل من قبل، صحيح كعناصر يعني. ممكن ما أعرف أنا هل في مشكلة إدارية أو مشكلة فنية، صراحةً ما عندي يعني بالأمور الداخلية بالنادي، لكن هذا شيء طبيعي في كرة القدم إنه في نزول مستوى أو بحكم ممكن نادي النصر كنادي كبير يعني انه
يكون في الترتيب الأخير هذا شيء غير مرضي لجمهورهم. في مهاجمين كثير خاصة في السنة هذه لهم قامات كبيرة، جوميز، حمد الله، السومة، فيها في المهاجم حق الفتح ما يحضرني اسمه، في المهاجم حق الاتفاق مباراتنا معهم، فانه في مهاجمين كثيرين صراحه. بس كاسم في تاريخ عبد الله، لو قلت لك اسم واحد مهاجم من بديت حتى الان ما تنساه كمهاجم كان خطير جدا وكل مباراه ضده تشيل هم، ياسر قحطاني. مباراه ما ينساها عبد الله بشير، احد الهلال، انت تيجي في وضع انه ما كان فيه حارس اجنبي، تتفاجئ انه يكون في حارس اجنبي مثل برادلي جونز. برادلي كان في 2018 كان هو من افضل الحراس الموجودين في الدوري، فواللي مع برادلي جونز انا كنت في بالي يعني انه ممكن اتنافس انا مع وليد عبد الله، فتفاجأت انه انا حارس ثالث يعني حكم قامة برادلي جونز، قامة وليد عبد الله، هذا السبب اللي خلاني اطلع من نصر العرب باني اطلع لنادي احد. شكرا محمد بن سمحة، كذلك شكرا للمميز عبد الله الويشير. عاجلا نذكر بأن سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قد قدم تهانيه في اتصال هاتفي مع الأستاذ أنمار الحايلي إثر وصول فريق الاتحاد إلى المباراة النهائية لبطولة محمد السادس الأندية الأبطال العربية. مبارك مرة ثانية للاتحاد. دكتور، تعليقك على كلام العويشير؟ أول شيء عبد الله العويشير، أنا أعتقد أنا صراحة من المتابعين والمعجبين بأداءه، وأعتقد أنه من الحراس اللي ظلم بالتنقل. يعني تخيل خروجه أساسا من نادي النصر، يمكن شفنا حتى النصر وعانى في مركز الحراسة مؤخرا، عنده بديل لوليد عبد الله، إعارة للشباب برضو، عدم استمراره في نادي الشباب، واعتقد انه كان برضو من يمكن شفنا الشباب بعد اصابه او حتى استقطاب ارلم لم يكن يعني بالمستوى المأمول اللي كان مثلا مقدمه الكابتن فاروق مصطفى، فاعتقد برضو التفريط فيه من الشباب كان خطا برضو. لاعب رغم هالتنقلات ورغم هالظروف الا انه لا زال يقدم صراحه مستوى يعني مميز، وكذلك الان حضوره وكلامه وثقافته هذه تاكد لك ان اللاعب فعلا يعني عنده شيء بيقدم لسه. نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة واللي استعرضنا فيها كل أو أغلب الأحداث الرياضية بدءا من دكار ونهاية بهذا اللقاء الخاص مع عبد الله العويشير. شكرا لضيوفي هنا في الاستوديو، عبد العزيز الغيامة، حسين الشريف، تركي السهلي، ودكتور محمد الناصر. الشكر موصول لكم أيضا متابعينا، ويوم غد لنا بكم لقاء. تذكروا بأننا اجتهدنا من أجل إرضائكم، نأمل أن يكون اجتهادنا مرضيا لكم. تصبحون على خير.